مانيوال قعدت كام ساعة علشان تجهز وتوصل وتركب العربية وتقدر ان انت تنزل؟ قعدت كام ساعة؟ حوالي من 6-7 ساعات تقريبا ترتيبات من اول ما صحيت لحد دلوقتي. بس كان من الضروري ان انا اعمل حاجة زي كده، ان على الاقل لو حد اكزامبل زيي يقدر يشجع بقية الشباب كلهم والكبار كمان وصغيرين هم يقدروا ينزلوا هم كمان يشاركوا في الانتخابات. لو اي حد مكسل شوفوا حد ما عندوش قدره قد ايه نزل عشان يكون هو ليه دور في تغيير البلد. انا بشكرك جدا.